بالنسبه للدار حنا ساكنين فيها، الوالدين ديالي ساكنين فيها اكثر من 80 عام، هما كارين هنايا اكثر من 80 عام. المهم كانت عامره، كانوا فيها سكان، كانوا فيها الناس اللي زعما كاين اللي كاري كاين اللي ساكن هذا. قبل سميتو ما يخرجوا اخر سكان كانوا فيها قبل ما يخرجوا، يعني ما خرجوا حتى كانت في حاله، يعني خرجوا هما اصلا هربوا على اساس ان داك الفوق داك البناء العشوائي كان كيقطر عليهم، ملي كتكون الشتا كيقطر عليهم، هربوا لان بان لهم الشقاق، بان لهم سميتو. المهم داروا المحل ديالهم، عندهم ورث وداك الشيء، مشاو وداروا المحل ديالهم، بقينا حنا. يعني انا طرقت البيبان كاملين ديالهم، كاملين طلبتهم، كاملين مشيت عندهم كاملين، يعني كل واحد كيقول لي واخا واخا اليوم غدا تنجي هذا تندير هذا. المهم واحد كيلوحني الواحد في 2011 اضطريت انني نمشي ندير الشكايه ديالي انا والوالد الله يرحمه. درنا شكايه، جات للجنه شافت داك الشيء، دارت القرار الاول، دارته على اساس انه البناء العشوائي خصو يتهدم. كان ديك الساعات باقي واحد البيت الفوق باقي ما طاحش الوسط ديالو، باقي ما طاحش النص ديالو، ما طاحش السقف ديالو. واخا اتخذ القرار يعني ما كاين حتى شي تنفيذ. كنمشي للجماعه ديال حسان، لدرجه ان كان رئيس مؤخر، الرئيس اللي كان ولا هو تيوريني تيقول لي ها انت سيري لهنا سيري لهنا سيري لهنا، راه بالنسبه لينا حنا درنا اللي علينا. عاوتاني درت شكايه في 2014 نفس الشيء، تسجيل التنفيذ وكتوقف في شكون اللي خاصو ينفذ الله اعلم، ما كيقول لي حتى شي حد شكون اللي خاصو ينفذ. في 2015 في 2016 الشكايه دارت من المقاطعه، يعني مشيت اضطريت انني نمشي لعند النائب ديال القايد، انا وواحد السيد مستشار ديال اسميتو ديال الجماعه هنايا، اضطريت انني نمشي لعندو وقال ليه اما هذا الشيء راه ولا خطر تاع على الماره، لان ولا هذا الشيء ما بقاش على الناس ديال الدار الداخل، راه ولا تاع على الماره، غادي اما هذا واما غادي نشوفو نشرو هذا الشيء للصحافه. المقاطعه صيفطات لجنه ودارت، يعني دار كتبات لسميتو وصيفطات لجنه واحده اخرى في 2016. جات اللجنه الاخيره اللي جات في شهر 3 في 2016، دارت التقرير ديالها مؤخرا باش مشيت ليهم باش نشوف انا شنو سميتو، قال لك لا كاين قرار ديجا خارج، ما يمكن ليناش نديرو قرار واحد اخر، هذاك القرار خصو يتطبق. ملي مشيت عندهم في اسميتو قالوا لي صيفطنا وحده في 2015 راها في التعمير، مشيت عندهم في التعمير قال لي سيري حتى تشوفي شنو هذا، لان هادشي قديم علاش اللي ما طبقش، علاش اللي ما تنفذش هادشي. قلت لي دابا راه كاينه وحده اخرى راه خرجتو في 2016، دابا انا بغيت نعرف 2016 الورقه الوحيده اللي استطعت انني ناخذ من اسميتو من عندهم هي هذه، يعني ما كانت حتى شي سميتو. الرئيسه ملي دخلت عندها قالت لي انا ما يمكن ليش ندير قرار واحد اخر وديجا قرار خارج، علاش اللي ما يتنفذش. دايرين يقرر ما يلي: الفصل الاول، الامر الفوري باخلاء سطح الطابق الاول في اجل 7 ايام من تاريخ التبليغ مع اخذ جميع الاحتياطات اللازمه. الفصل الثاني، الامر بهدم البناء العشوائي بالطابق الاول مع اخذ جميع الاحتياطات اللازمه للسلامه. الفصل الثالث، في حالة عدم الامتثال لمقتضيات الفصل الأول والثاني من هذا القرار داخل الأجل المحدد، ستتولى الجماعة القيام بالأشغال المذكورة مع تحميل المدعين بالأمر كافة صوائر المرتبطة بهذه العملية. الفصل الرابع، يستند تنفيذ هذا القرار إلى السلطات المحلية، كل في دائرة اختصاصه. قلت لها وعند من؟ قالت لي غتمشي للمقاطعه. 15 يوم دابا هادي من هاد لا سميتو، ولا 15 يوم كنمشي للمقاطعه ما كنلقاش القايد كيكون خارج، تلقى غير واحد اللي نائب عليه او لا سميتو، كيقول لي السيده اللي مكلفه بالتعمير مريضه، ما يمكن لينا نقول لك حنا حتى شي حاجه. وملي المقاطعه غير هنا
والمقدم تيدوز صباح مساء وتيشوف اشنو طاري وتيشوف الحجر اللي تيطيح وتيشوف اللي درجه الناس السكان ديال هنايا الناس اللي سميتو كاين اللي مي كيوصل كيقرب سميتو كيمشي من ديك الجهه باش ما باش تيتفادى لا طيح شي حاجه. هو ملي كي هذوك تيهربوا يعني انا فين خصني كيفاش غادي ندير؟ انا اللي تنطلب انه يجي يحيدوا عليا غير الخطر، ما تنطلب حتى شي حاجه، تنطلب الخطر يحيدوا عليا الخطر، لان انا في الخطر. انا عندي الولد مريض مي كيسمع داكشي كيطيح كيطلع لي كيمرض ليا كنولي واحله مع الولد اللي عندي اصلا ديجا عندي معاق كيسمع الزديح هو سميتو. انا ما كنطلب حتى شي حاجه، كنطلب الخطر يتحيد عليا.